الدنيوية لا حرج، لكن تأخذ منهم الانحطاط الأخلاقي وتظن أن ترقيهم هذا كان بالانحطاط الأخلاقي. يعني ما أخرنا إلا الحجاب، ما أخرنا إلا، والله العظيم هناك من يقول هذا ومن يكتب هذا، هناك من يقول ما أخرنا إلا الدين، هناك من يقول ما أخرنا إلا الدين. وفي الحقيقة الإسلام ما أخرنا، إنما الذي أخرنا تأخرنا عن الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام ما أخرنا، إنما الذي أخرنا تأخرنا عن الإسلام. ألم يأتي الإسلام بقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية؟ أين فينا من امتثل لهذه الآية ونفذ هذه الآية؟ الطبيب يبرع، والكيمياء يبرع، والفيزياء يبرع، والمهندس يبرع، والتاجر يبرع، والكل يبرع في مجاله. أين هذا؟ والإعلام يبرع، والسياسة تبرع، والعسكرية تبرع، والتربوية تبرع، وهكذا. فين؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. الإسلام قال تأخروا؟ الإسلام قال ما تدخلوا في الكيمياء ولا الفيزياء ولا الطب ولا الفلك ولا؟ لا، الإسلام ما قال هذا، بل العكس، الإسلام شجع على هذا وحث على هذا. وكل هذه التي نتكلم عنها من العلوم الدنيوية حكمها في شريعة الإسلام إيه يا جماعة؟ حكم الطب إيه؟ حكم الطب في الإسلام، حكم الكيمياء في الإسلام، حكم الفيزياء في الإسلام، حكم هذه الأشياء من فروض الكفايات. يعني إيه فروض الكفايات؟ يعني إذا قام بها العدد الذي يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم من كان يستطيع أن يقوم بالعمل أو أن يعين عليه. فرض كفاية، فرض. لذلك الإسلام يا جماعة ما أخرنا، إنما الذي أخرنا هو تأخرنا عن الإسلام. حتى إن ساق بعضنا لبعض الملاحدة، لكلام بعض الملاحدة من الذين يقولون لا إله والحياة مادة، حتى خرجوا علينا بعبارة الدين أفيون الشعوب. هل تعلموا إخواني وأخواتي ما معنى هذه الكلمة؟ الدين أفيون الشعوب. الدين أفيون الشعوب، الأفيون يعني المخدر بتاع الشعوب، يعني كأنهم يقولوا الدين مخدر للشعوب، بيغيبهم عن الدنيا، يغيبهم عن التقدم، يغيبهم. استغفر الله، استغفر الله، هذا كلام غلط. فينبغي علينا أن نعلم أن إسلامنا كامل، وأن إسلامنا يدعو للنهوض والعزة والارتفاع والارتقاء والعلو في جميع المجالات، التربويات والسلوكيات والطب والفيزياء والعسكرية، وفي كل المجالات، في الاقتصاد، في كل شيء. فإني أقول، وأنا رجل من عامة المسلمين، ويجوز للعامية أن ينصح إخوانه، أقول وأنا رجل عامي من المسلمين، يا طلبة العلم، يا دعاة أمتنا، ينبغي عليكم أن تنبهوا نساءنا وأن تنبهوا بناتنا على ما يكاد لهم وما يدبر لهم، والخطط التي نزج بها النساء بدعوى المساواة والحرية وكذا، وكل هذه دعاوى، وكل هذه دعاوى كاذبة. أرجع فأقول، جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق في يد الرجل، في يد الرجل. ووصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم. وتعالوا بنا لنخوض في بعض أحكام الطلاق. النقطة الأولى التي أود أن أتكلم عنها، حينما قلنا الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، حينما أقول حل قيد النكاح أو بعضه، يبقى لابد أن يكون هناك نكاحا، صح ولا لا؟ يبقى إذن لا طلاق بغير نكاح. انتبهوا من هذه القاعدة، لا طلاق بغير نكاح. فمن طلق قبل أن يتزوج لا عبرة بكلامه، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في محكم آيات تنزيله، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذن ما قال سبحانه وتعالى الطلاق إلا بعد النكاح. تأملوا في الآية، إذا نكحتم المؤمنات، اسمعوا، ثم
طلقتموهن. في كلمة ثم دي، حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي، يبقى الطلاق لا يأتي إلا بعد نكاح، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فلو قال رجل مثلا لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، رجل ما تزوج المرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق، ثم بعدها تزوج من هذه المرأة، هل تكون المرأة طالقا؟ الجواب لا. هل نعتد بهذه الكلمة التي ذكرها؟ الجواب أيضا لا. لما؟ لأنه قال هذه الكلمة قبل أن يملك، فلا يطلق إلا من يملك النكاح أو من يقوم مقامه، لابد أن يملك النكاح، لأنه سيفك قيد النكاح. أما يقول لمرأة أنت طالق إن تزوجتك ثم يتزوجها، نقول له هذا الكلام الذي ذكرته قبل العقد لا عبرة به، لأنك قلت هذا الكلام قبل وجود سببه. قبل وجود سببه، إيه بقى قبل وجود سببه؟ سأذكر لكم قاعدة نستفيد بها في الأبواب الفقهية، ليس في الطلاق ولا النكاح فقط، حتى في العبادات والمعاملات. هذه القاعدة تقول عند أهل العلم عليهم رحمة الله: فعل الشيء قبل سببه لا يجوز، وبعد سببه وقبل شرطه يجوز. تاني، فعل الشيء قبل سببه لا يجوز، لا يجوز، وفعل الشيء قبل شرطه يعني وبعد سببه يجوز. مثال على ذلك: ما سبب وجوب صيام رمضان علينا؟ وجوب صيام رمضان دخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان، السبب دخول شهر رمضان. لو صام الواحد منا شهر رمضان الآن، أو صامه في رجب، أو صامه في شعبان، يعني صامه قبل أن يدخل وقته، هل يا ترى يصح ولا لا يصح؟ كلكم رجالا ونساء ماذا تقولون؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يجوز أن يفعل الشيء قبل سببه. نحن الآن مثلا في مصر في الساعة مثلا الثانية عشرة ليلا بعد منتصف الليل، هل يجوز أن أصلي الفجر الآن؟ الجواب لا، لا يجوز أن أصلي الفجر الآن. لما؟ لأن سبب وجوب الفجر، سبب الوجوب انفجار الفجر، يعني يبدأ ينفجر الفجر، يأتي الضوء الصادق كما يقولون، أو الفجر الثاني. هل يجوز أن أصلي الفجر الآن؟ الجواب لا. ليه؟ لأن فعل الشيء قبل سببه لا يجوز. واحد معه مثلا عشر وجبات، معه عشر وجبات، فأطعم العشر وجبات لعشرة مساكين، ثم قال حتى إن أقسمت وقلت والله لأفعلن كذا وما فعلت أبقى كفرت عن يميني. طب هو لسه ما أقسمش، هو لسه لم يقسم ولم يخالف قسمه، فهو فعل الشيء الآن قبل سببه، قبل القسم، قبل سببه، هل هذا يصح؟ الجواب لا يصح، لا يصح. يبقى فعل الشيء قبل سببه لا يصح، لكن قبل شرطه، ونقصد هنا بالشرط حتى ينتبه إخواننا من طلبة العلم، الشرط هنا بمعنى شرط الوجوب لا شرط الصح، سأشرح وبعدين أفرق بين الوجوب والصح. قبل شرطه يعني إيه؟ النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يقسم على الشيء أنه لن يفعل الشيء، ثم يبدو للرسول عليه الصلاة والسلام أن في فعله الخير، فكان صلى الله عليه وسلم يكفر عن يمينه ثم يأتي هذا الشيء، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقسم أن يفعل الشيء فيرى أن الأفضل في عدم فعله فلا يفعل، فكان يكفر عن يمينه ولا يفعل عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام متى كفر هنا يا إخوان؟ عندنا في كفارة اليمين حتى ننتبه، عندنا شيئان، عندنا سبب وعندنا شرط حتى تجب الكفارة. سبب كفارة اليمين أنه أقسم بالله. طب وسبب وشرط اليمين، شرط الوقوع فيه أن يخالف ما أقسم عليه، أن يخالف